وصلنا هذا السؤال أيضا فضيلة الشيخ يقول الشيخ صالح هل يجوز توكيل شخص يحج الفريضة عني لعجز الشديد عن المشي لازم أطوف وأسعى بعربية ومع أي شخص آخر هل يجوز هذا الحج حج الفريضة لا لا بد أن تحج ولو محمولا لا بد أن تحج ولو محمولا انما الذي يوكل الذي لا يستطيع الحج لا محمولا ولا ماشيا لما لمرض مزمن او لكبر هذا هو الذي يوكل اما الانسان الذي يستطيع ان يحج ولو محمولا يجب عليه حج الفريضه نعم